تحت زخات المطر الباريسية، قدمت دار فالنتينو مجموعتها الجديدة للربيع والصيف المقبلين للملابس الجاهزة النسائية تحت إشراف المصمم الإيطالي بيير باولو بيتشولي، الذي يسعى إلى تعزيز رموز فالنتينو والذي يعتبره محوراً أساسياً في عالم الأزياء الإيطالية. الشوارع وأزقة المدن التاريخية الأوروبية شكلت منصة العرض لتبرز أناقة شبابية، كما شهدت قطع أيقونية من أرشيف فالنتينو أعيد ابتكارها بدقة فلسفية حاملة اسم فالنتينو أركايفز، أخذت الحضور إلى عالم السفر عبر الزمان والمكان، كالمعاطف بنقوش الحيوانات والفساتين الطويلة المزينة بالأزهار. عرض جميل يعكس الإيجابية في القطع التي عرضت. أنا سعيدة للعودة لحضور الأزياء بعد غياب لثلاثة مواسم. أحببت القطع البنفسجية والقصات والفساتين الرومانسية كذلك. أعيد ابتكار القصات والأحجام والألوان الأركليكية في قطع مستوحاة من الملابس الرياضية. أما أقمشة التفتة رمز الأزياء الراقية، فقد جردت من طابعها الثمين لتتحول إلى سترات ومعاطف أنوركس وقمصان كبيرة الحجم وسراويل برميدا قصيرة، مبرزة التلاعب بالإضافات التي تعززها الألوان المتباينة. كما شكل الدينيم المطعم بالتطريز الإنجليزي تكريماً آخر لأرشيف فالنتينو. أما نقشات الأزهار الضخمة فمزجت بشكل طبيعي، في حين أن التطريزات تتنقل من ملابس الليل إلى الألبسة الخارجية. وأخيراً رافقت صنادل فالنتينو غارفاني رومان ستاد والصنادل المزينة بعلامة الثعبان والحقائب ذات التصميم البسيط قطع العرض. ملمس الأقمشة بحد ذاته فريد ومنعش في مجموعة فالنتينو هذا الموسم. جميع القطع جميلة تناسب كل النساء، وأنا سعيدة لأن أكون هنا اليوم. بعد غياب استمر لخمسة مواسم على التوالي، عرضت دار فالنتينو مجموعاتها في بلدها الأم إيطاليا بسبب الجائحة. تعود اليوم لعرض مجموعاتها في العاصمة الفرنسية لجيل شاب يحب المغامرات فيما يرتدي من قصات وألوان ربيعية وصيفية. من عرض أزياء دار فالنتينو في العاصمة الفرنسية باريس، ليث بزاري، العربية.